مساء الخير على كل المشاهدين في كل مكان، مستمرين معاكم في تغطية مهرجان العلمين الجديدة. النهاردة احنا في المنطقة الترفيهية، جينا لقينا شباب واطفال وكبار سن وسيدات وبنات صغيرين، انشطة كتير، ناس كلها بتلعب هنا، كل الناس مبسوطة. بس احنا عايزين نعرف مين بقى ورا الناس اللي موجودة دي دلوقتي. احنا معانا دكتور احمد البكري رئيس الاتحاد، وهو هيشرح لنا كل حاجة. ازاي حضرتك يا دكتور؟ احنا ممكن النهارده يعني نعرف منك اكتر عن تفاصيل المشاركه في مهرجان العالمين. النهارده طبعا بناء على توجيهات دكتور اشرف صبحي استغلال منطقه الالعاب الترفيهيه اللي موجوده في منطقه العالمين، المقصد السياحي الاول دلوقتي في الشرق الاوسط، المنطقه اللي اتحولت من حقل الغام لمنطقه مقصد سياحي كبير جدا لكل الشعب المصري والشعب العربي والشعب ودوليه كمان عالميا. احنا النهارده موجودين بنقيم 4 بطولات رسميه للاتحاد، بطوله طاوله لاختيار عناصر المنتخب اللي مشارك في كاس العالم، بطوله دومنه لاختيار عناصر المنتخب اللي مشارك في كاس العالم، بطوله راكت دي للنخبه احسن 32 لعيب على مستوى جمهوريه مصر العربيه، عندنا بطوله كونف بول برضه لاختيار عناصر المنتخب اللي مشاركه في كاس العالم في هولندا. زي ما انتم شايفين الاتحاد بيضم جميع فئات المجتمع المصري، احنا عندنا رجال سيدات ذوي همم كمان موجودين معانا، لان احنا عاملين دمج مجتمعي طبقا لتوجهات الجمهوريه الجديده بقياده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030، ان دمج مجتمعي لكل فئات الشعب المصري، كله يبقى موجود بيلعب في نفس الوقت. طب الناس بقى كانت فرحانه ومبسوطه اول لما قلت لهم ان هم جايين مهرجان العالمين عشان يجوا يقضوا اليوم هنا ويلعبوا؟ انا عاوز اقول لك ان احنا في اول ما فتحنا اللينك احنا قفلنا في خلال ساعه، العدد عندنا كامل، دي كانت اول مره يعني العدد يكمل بسرعه دي كلها، الناس كلها مبسوطه، الناس كلها تيجي تشوف المقصد السياحي الكبير ده اللي موجود اللي كل العالم بيتكلم عليه. زي ما انت شايفه الناس كلها مبسوطه، الناس كلها مستمتعه بالاجواء، الجو ديك شايفه في نص اليوم الجو حلو، كل الخدمات متوفره في المنطقه، فطبعا الناس كلها مبسوطه جدا. شكرا جدا لحضرتك، بنشكركم دايما، وزي ما انتم متعودين ان احنا بننقل لكم لحظه بلحظه، خليكم تابعينا. اول بطوله تقام في مصر للكورف بول، بطوله رسميه، احنا لعبه تابعه للاتحاد المصري للالعاب الترفيهيه، وطبعا تحت اشراف الاتحاد، تحت اشراف وزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف معالي، دكتور معالي الوزير دكتور اشرف صبحي. احنا بنعمل اول بطوله هنا، يمكن اغلب اللعيبه اللي موجوده بنختار منها المنتخب من 2004 ل 2008 للمشاركه في اول بطوله دوليه ان شاء الله في شهر اكتوبر. احنا عندنا نوعين من اللعبه، اللعبه بتاعت الصالات، يعني اللعب في الصالات بتبقى 8 و8، واللعب الشاطئيه يمكن هي دي اللي احنا بادئين بيها هنا في مصر 4 على 4، وبيبقى عندي 2 احتياطي موجودين بره الملعب. اللعبه شويه قريبه من الباسكت بول، بس بتختلف شويه ان احنا ما عندناش بعض الفنيات زي الدريبل، زي ان احنا بنمشي بالكوره، زي ان ما فيش بورد. طبعا هي جديده شويه علينا في مصر هنا، بس هي منتشره جدا في خلال العالم كله، يمكن هي بتتلعب من 1902 في العالم كله، بتتعمل لها بطولات عالميه. لا بجد لعبه جميله جدا بصراحه، وانا انبسطت يعني، والحمد لله كسبنا يعني. الحمد لله. فريق مكون من 4 افراد، بنتين وولدين، فبنلعب بقى على الحلقه، واللي يجيب بقى يكسب. اللعبه دي النهارده جامده جدا، والنهارده احنا كسبنا ماتش، احنا تبع نادي اسكندريه 2. النهارده يوم جامد قوي، وان شاء الله نكسب في الاخر ونطلع مركز اول ان شاء الله، بس ربنا معانا بقى. لعبه لسه منتشره يعني في مصر بقى لها مده قصيره، بس بجد هي لعبه حلوه قوي، والمهرجان هنا منظمها بشكل جميل يعني، والفرق بتلعب بعض، هي مش مجرد منافسه، ان هي برضو بناخد اجواء حلوه بنبقى راجعين مبسوطين. امنت باللعبه دي من اول يوم نزلت فيه من مصر، علشان يعني بتوجه رساله للولاد والبنات ان هم يلعبوا مع بعض في لعبه واحده، دي حاجه كانت بسطاني جدا. انا كنت بلعب باسكت قبل كده، وحبيت قوي ان انا اخش انضم الفرقه دي، وطبعا بشكر كابتن اسلام ان هو كان في ظهري طول المده دي، ان هو خلاني احسن واحسن في اللعبه دي بالذات. لا الاجواء حلوه قوي قوي قوي، ومبسوط قوي من الاورجنايزرز بتوع المهرجان، وان شاء الله يتحقق كل سنه ونيجي نشارك ونكسب البطوله ان شاء الله النهارده. لعبه مش مشهوره قوي في مصر، بس يعني ان شاء الله نبقى احنا اللي نشهرها يعني في مصر باسم النسور طبعا. يعني احنا جينا طبعا تبع النسور، وكابتن اسلام هو اللي مظبط لنا كل حاجه. اللعبه طبعا هي لعبه جديده، ومبسوط طبعا ان احنا حصل قبل البطوله دي
زي اختبارات للمنتخب. احنا جينا طبعا تبع النسور وكابتن اسلام هو اللي مظبط لنا كل حاجه. اللعبه طبعا هي لعبه جديده ومبسوط طبعا ان احنا حصل قبل البطوله دي زي اختبارات للمنتخب، وطبعا يعني اتمنى ان احنا نشرف مصر بالمنتخب ده ونطلع للبطوله اللي جايه كمان كام شهر ونشرف مصر يعني.